مشاهدينا الكرام، مساء الخير على حضراتكم، يا رب تكونوا دايما بألف خير. خلوني أرحب بزميلي العزيز رعد. مساء الخير يا رعد. مساء الخير شافتي، أخبارك إيه؟ العافية. كيف حالك؟ خلاص بقيت مصري جدا يا رعد، رايح جاي بقى أنا على خلص مصر. مرة على مرة خلاص بقيت مصري، واللهجة المصرية سهلة بالنسبة لي. بلشت أتعود على اللهجة المصرية. أيوة على اللهجة المصرية. أيوة بلشت أتعود عليها. بلشت خلاص يعني بس أنا عايزة أقولك أنا صعب أتكلم أردني، هغلط جدا يعني. طب شلونك؟ مفروض أقول منيحة، مش عارفة منيحة تبقى سوري ولا لبناني. قولي زينة. زينة 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 زينة. نعم زينة. فأنت بتصدق في الفرصة الثانية؟ شافكي بجوز حكيت أنا وياك قبل الحلقة أنه دائما نجاح الفرصة الأولى مش مرتبط بنجاح الفرصة الثانية أبدا، والعكس صحيح. صحيح ممكن ما تنجح بالفرصة الأولى ولكن الفرصة الثانية تصنع لك فرصة أنه أنت تكون ناجح فيها. هل هنا بتبقى مرحلة العمر النضوج تخلي الفرصة الثانية ممكن تكون أنجح أو أحسن؟ مش عارفة. بص هكلمك بصراحة عن بالذات في الفن، نشوف نجوم بدأوا هم أطفال واستمروا وفضلوا ناجحين، ونجوم يغيبوا شوية ويرجعوا بشكل تاني وبنجاح تاني مختلف. يعني فكرة إنه العودة، إني أنا أرجع بشكل مختلف، يعني بتنجح مع ناس كتير ومع ناس ربما ما تكونش ناجحة زي الفرصة الأولانية. يعني شوفي أنا العودة ممكن أربطها بثقافتنا حتى بديننا بموضوع الأمل، إنه بيكون في أمل معك بالفرصة الثانية إنه أنت اليوم تصنع أو تنجح بطريقة ما كنت ناجح فيها في الفرصة الأولى. ففي أشخاص كثير قدموا ونجحوا بالفرصة الأولى ولكن قدموا بالفرصة الثانية وما نجحوا، وفي ناس العكس نجحوا الفرصة الأولى ونجحوا الفرصة الثانية، ولكن أيضا ممكن شفنا شافكي في بعض الأشخاص بحياتهم مارسوا الفرصة الأولى بس ما نجحوا فيها، بس مع ذلك ظل الأمل موجود وعملوا الفرصة الثانية ونجحوا بالفرصة الثانية، وهذا شيء أكيد شفناه بكثير من بالدول، أيضا بمؤسساتنا حتى بالأردن عندنا مؤسسات دولة أيضا شفنا كثير أشياء ومؤسسات تشتغل على هذا الشيء، أنه إحنا اليوم نقدر بفرصة أولى ما ننجح لكن الفرصة الثانية أكيد راح ننجح. أنا بتفق معك، الأمل ده طاقة كبيرة جدا، يعني ممكن تكون كلمة ولكن جواها زي موتور من الطاقة تدي الإنسان تخليه يعدي بحور، يتحمل مسؤوليات، ينقل حاجة. الأمل مهم جدا والصمود كمان مهم، وده بيفكرنا بأهالينا في قطاع غزة. يعني أنا بدي أنتهز الفرصة شافكي، وقديش إحنا ربطنا موضوع الفرصة الأخرى أو الفرصة الثانية بموضوع الأمل. اليوم نتعلم وبجوز دروس كبيرة جدا لأهلنا في غزة، قديش اليوم هم عندهم الأمل وبيستنوا بهذه الفرصة، ومن هذه الفرص يعني بجوز بنشوف الآن الانزلات الجوية على أهلنا في قطاع غزة قديش زرعت الأمل جواتهم. وبالمناسبة بجوز إحنا كنا بالدول العربية الآن بنشاهد ما يحدث في غزة، وبنشوف إحنا قديش اليوم العمليات الانزال الجوي كانت مبتدئة بالأردن ومصر أيضا، قديش زرعت أمل عند أهلنا في غزة. وهذا وعمل شيء التحدي اللي أنت بتقوله، كلنا فاكرين المشاهد وأهلينا في قطاع غزة بيدخلوا البحر عشان ياخدوا المساعدات. صحيح. يعني الأمل بيدي طاقة والتحدي والصمود بيدوا طاقة. شفنا الضحكة كمان موجودة على وجوههم ما دام كان الأمل موجود، شفناهم بيبتسموا وبيضحكوا، وشفنا هذا الشيء احنا بجوز علمنا كمان انه احنا اليوم ما نفقد الأمل ونقول والله خلص راحت علي او انا يئست، لا الأمل راح يظل موجود ما دام في فرصة ثانية الأمل موجود. اكيد، وبدوره كمان الفن من الحاجات اللي دايما بتحمل رسالة وبيبقى فيها أمل وبتدي للمشاهد أمل. أكيد مشاهدين الكرام مستمرين معكم، ولكن راح نروح وياكم إلى فاصل قصير، خليكم معنا.